ومن الحب ما قتل، رجل ترك الأهل والأعزاء هاربا بسبب خذلان من سلمها قلبه وأحبها. نكران الذات والتضحية بسبب الحبيب، قصة نتعرف عليها خلال التقرير التالي. تنساها القديمة؟ أنت تنساها اللي عرفت الدنيا كلها على ماكو، هي بعد راحت كل شيء راح. بعض الوعود لا تدوم طويلا، لكن تركتها ثقيلة جدا. والله صراحة آخر شيء زادت نسوات، قلت يا أقول لك إذا رحت من عندك أنت شو تسوي؟ والله قبل أسبوع من زواج قالت لي إذا أسبوع رحت من يمك. عجيب، وفعلا تحقق هالشيء هذا. قلت والله بكيفك، صعدت فوق السطح مو فوق على التبليغ وتركت كل شيء بعد، وفعلا حقيقة هذا الشيء تنبأت وصار. تتمنى تشوفها إذا هسه جتي؟ ما بعد هسه كبرى صارت عجوز يعني. حتى ذا عجوز هذه شو يصير نبي الله يوسف ترجع من جديد. ترجع بعينك حلوه. لا بعد بعد كبر ترى الانسان كل ما يكبر الاشياء تتغير. 35 عاما قضاها عبد الرزاق تاركا الاهل والبيت والاسباب، قصه حب لم تكتمل. ورا 35 سنه؟ اي هيا. شلون قدرت تنساه؟ ما اتصور تنساه. والله والله تفكيرك، انت خريج كلية؟ ايه صح. ما صورت انسان. هاي تفكيرك صحيح، اكو شيء ينسي. لا تعرف واحد ينسى الهواء والشمس. الله تعبت الدنيا كلها على مود هيك. وياي راحت بعد ما انت رجعتني الجمال، رجعتني وتقول لي قبل شوي ليش منزعج وهذه فخليك. سبب هذا الموضوع منزعج؟ طبعا اعتيادي. براسك دائما؟ أي والله. يقضي يومه بالعمل، يتناسى ما حصل له من خذلان، وفي ظل هذا الزحام تخطر بباله حبيبته التي تزوجت منذ أكثر من 3 عقود وتأخذه للمربع الأول، كأنما كل شيء حصل في الأمس القريب. الله يعوض. عفت كل شيء مالك. والله عفت الأكوة، حتى أهلي عفت. واحد ما يجوز يقول عفت أهلي بصراحة، صعبة. بس بعد إذا تجيك أشياء قاهرة هاي القصة سدا ترويها، من يصدق هي؟ من يسويها؟ من يسويها؟ قليل ناس. قليل؟ هاي سواها بزمانه. أي مو هاي تضحية. هاي ترى هم تضحية، ما عبالك الشيء هين. أنت لما تعب نفسك على هالشيء غير النتيجة. وإذا راح مشط وأنت تباوع. راحت؟ أي وأنت تباوع لي، أو أنت راح من عندك وأنت تباوع لي، شو يصير بيك؟ شفتها بعد؟ شو ما شفتها؟ شفتها بحدود سنة أكثر هالحدود. هالفترة شفتها؟ لا والله صار وقت ما أشوف بعد، ما أشوف. من بغداد مصطفى لطيف، قناة الرشيد الفضائية.